وبالسلام يحلو الكلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا الكرام، إنما كنتم ما يفرقش معانا خالص. رجعنا لكم بالجزء الثاني من قرى مدينة كوتسوود. اللي ما شافش الجزء الأول يروح يتفرج عليه وادينا لايك ويلا بينا. احنا دلوقتي متجهين لكوبري العشاء في قرية بورتون اون ذا واتر. عدل يا اسطى خليك في حالك يا اسطى. في الطريق عدينا على قرية جميلة جدا اسمها بيبري. انا هي دي المنطقه اللي كله بيصور فيها. ستوب اوف اي مكان، هي دي اللي انا عايزك تجيها اصلا. المناظر الطبيعيه فيها بتهبل بجد. بص تحسسك ان هم قاعدين في الغيط. وبتعتبر من اجمل الوجهات السياحيه، الناس بتيجي عليها مخصوص عشان تتصور جنب البيوت القديمة بتاعتها وجنب المناظر القديمة والعريقة. والبيوت فيها ليها ذوق خاص يختلف عن باقي القرى. وليها شكل كده مميز بالورود اللي مزروعة قدام البيت وبأشكال البيت القديمة. انت واقفه فين؟ انزلي. لا 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 انا عاجبني الوضع كده رهيب، مش عارفه حاسه ان انا عايزه انط بجد، شكلها مغري بس انا خايفه اقع. غير ان الناس اللي ساكنين في مدينه كوست اود بييجوا للقريه ديت خصيصا عشان يصطادوا من على الكوبري دوت، لانه الكوبري ده يعتبر مكان مميز مليء بالاسماك. الساعه دي الكل اجتمع فيها ان هم يصطادوا. ودلوقتي جه وقت اننا نتحرك لوجهتنا الاصليه وهي قريه بورتون اون ذا واتر. المدينه اللي رايحينها مدينه جميله جدا، مدينه فيها العاب للاولاد هيستمتعوا بيها، فيها المتاهه. يلا بينا. بصراحه يا جماعه احنا كنا جايين يعني خصيصا ناخد الاولاد لحديقه هنا اسمها دراجون فلاي ميز. دي حديقه عباره عن متاهه، العيال بتدخل كده وتوه وتحاول تخرج، ما تعرفش تخرج، تقضي وقت فيها طويل، بس للاسف الشديد لقيناها بتقفل الساعه 5. وبعدين برضو المنطقه ديت منطقه جميله جدا، المنطقه دي اصلا اسمها بورتون اون واتر، يعني زي مدينه على الميه، البورتو على الميه، تمام؟ غير الحديقه المتاهه فيها حديقه لاغرب انواع الطيور في بريطانيا، والحديقه دي برضو للاسف تاني نرجع ونقول بتقفل الساعة 5، كل حاجة هنا بتقفل الساعة 5 إلا المطاعم والمكان اللي إحنا قاعدين فيه ده. ده اسمه إيه يا بابا؟ اسمه إيه يا حموزة؟ هاي ستريت. للأسف كلوزد بيقول لك. ما تنسوش يا جماعة لما تيجوا المدينة ديت لازم تعدوا على كوبري العشاق، الكوبري ده أحلى مكان تاخدوا فيه صور بالذات لمحبي أو لهوات انستجرام، لأن المكان دوت مشهور جدا في بريطانيا، الناس بتيجي مخصوص هنا تاخد صور للانستجرام او الصور عامه يعني في المكان دوت وعلى الكوبري ده، وده كوبري اسمه كوبري العشاق. شايفين الناس قاعده مستريحه ومستمخه، في مطاعم هنا الناس بتجيب اكلها من المطاعم، اللي مش جايب اكله معاه بيشتري من المطاعم اكل ويجي يفرش هو واسرته ويقعدوا في المكان الجميل دوت على البحيرة. البحيرة دي المية فيها شبر بس، يعني زي ما انتم شايفين البنت نازلة برجليها تتمشى في المية وتلعب في المية. فالمكان جميل جدا، يعني مكان استمتاع بجد، ينفع للعوائل وبرضه لو اي واحد يجي هو ومراته وهو لوحده، المكان جميل خالص. الريف البريطاني، هو ده الريف البريطاني. من زمان الواحد كان نفسه، احنا رحنا ويلز، المدينه دي زي ويلز، وهي ساعه على فكره من ساعه وثلث من برمنجهام وساعتين من لندن، بس انا شايفاها هي افضل من ويلز لان ويلز جبال شو. هي فعلا افضل من ويلز، هي ويلز ما فيهاش الجمال المعماري دوت. البيوت قديمه هناك في ويلز اي نعم، لكن هنا في فن معماري، فن معماري فيكتوري قديم جدا. وبما اننا جينا قرية ريفية انجليزية يبقى لازم نجرب الوجبة الاساسية عند الانجليز، الا وهي الفيش اند تشيبس.
المطعم ده اسمه فيش شيد، هتلاقوه مباشرة أمام كوبري العشاء في الهاي ستريت. المطعم ده واخد امتيازات كتيرة وريفيو رائع من الناس، قلت لازم أجربه، غير إنه ليه فروع كتيرة في قرى كثيرة في كوتس وولد. إحنا فعلا دخلنا عملنا الطلبية، بس ادونا جهاز هيبلغنا امتى الطلبية هتجهز، وطلبوا مننا اننا نستنى برا عشان الزحمة. نمسك، شايفين يا جماعة؟ ده لما يزمر معنا الاكل بتاعك جاهز. نيجي ناخده من المطعم ده، بيقول لك اقف برا بعد ما تشتري الفيشن شيبس من عندهم، بيقول لك اقف برا. يقعد يزمر يعني يهزهز يعني كده. يزمر. بالاخر. يرن. ايه رن؟ خلاص يلا. Thank you very much. يا هلا يا هلا، ورونا يا عم حمزه افكارني. ايه ده يا انس؟ قولوا المصحف شويه. ده فيش اند شيبس. خلينا نشوف. وريني كده. ده الفيش الاصلي. ما شاء الله. ادي واحد. اوكي. ده الفيش الانجليزي الاصلي في القريه الانجليزيه الاصليه. انس اخباره. خلينا ندوق كده نشوف. حسيت البريطاني ده. السمك البريطاني حلو صح؟ خطير خطير. في نكهه مميزه كده حمزه، ده طعم السمك تاني، بس ده هو عديم على اللي عندنا كده. كريسبونز ده جميل. لا نوعيه السمك نظيفه. طيب يا جماعه عشان ما اطولش عليكم هنقف هنا ونكمل لفتنا الحلقه الجايه، ولا اقول لكم يلا بينا اخدكم جوله على السريع كده اوريكم فيها الباب السحري. افتح الباب يا معلم. يا اسطى بيقول اللي يدخل من الباب ده وكانه هيدخل عالم تاني. خلينا نشوف. دي كلها مقابر يا جماعة، مقابر الـ أصحاب الكنيسة أهل البلد. فين الباب؟ لا هو ده انس؟ لا طبعا. ها لقيتها؟ تعالوا شوفوا بقى الباب ده، هتدخلوا منه تطلعوا على عالم تاني. شايفين؟ واه هو ده الناس مستغربة. احنا هنا كمسلمين جايين، احنا هنا كمسلمين جايين نشوف الباب. تعال نخبط عليهم. افتح الباب يا معلم. يا اسطى انت كمسلم هنا جاي تعمل ايه؟ انا كمسلم جاي اشوف الباب. بيسكلي بيسكلي شايف الشجرتين؟ ايوه داخلين في الحيطه، وبيقول لك الشجرتين دول من مئات السنوات. ايوه قديمه جدا. ودي بيوت ناس عاديه ساكنين في هنا. الكنائس بيكون فيها بيوت للإمام بتاع الكنيسة. لا والله. ايوه القسيس. اوكي. واخيرا احنا دخلنا دلوقتي قرية ستو اون ذا اود. ستو اون ذا اود دي يا جماعة تعتبر اعلى قرية في مجموعة القرى بتاعت كوستود. مش عارف انا المعلومات دي هتهمكم ولا لا، بس انا يعني اشرحها لكم عشان انا عارفها. دي تعتبر اعلى منطقة، اعلى من حيث العلو، من حيث الارتفاع يعني، هي دي تعتبر اعلى، ودي تعتبر السوق التجاري بتاعت كل القرى. دي تعتبر منطقه تجاريه، وفيها الكنيسه دي اللي احنا لسه مصورين فيها الباب بتاعها. الكنيسه دي من 13 قرن، والباب اللي احنا صورناه ده اللي قدامه الشجرتين، الباب ده من 13 قرن، عمره 13 قرن، والشجر ده داخل في الحيط وما زال المبنى ماسك نفسه. القرية دي تعتبر من حيث السياحة فتعتبر أقل حاجة، لأنها قرية تجارية. أنتوا لو عندكم أولاد وأنتوا فاميلي بلاش تيجوا هنا، أنتوا ممكن تروحوا على القرى اللي إحنا صورناها واللي لسه إن شاء الله لو في وقت هنصورها لكم. شايفة البيوت هنا عاملة إزاي؟ بقى لنا طول اليوم عاملين نصور وما طلبناش منكم إن تعملوا لنا لايك. صح. اعملوا لنا لايك على الماشي كده عشان إحنا ندخل على القرية اللي بعدها. احنا النهارده جايين نشوف نصور لكم الريف البريطاني، محلات وبيوت وشعب ومطاعم والحياه الانجليزيه الريفيه. هي والناس هنا على فكره سو كايند سو كايند فعلا.
يعني دي قرية لكن الناس محترمين جدا، الناس هادين. الناس في القرى أفضل من المدن صراحة. أيوة. أنا في بريطانيا العكس. نعم. دي العيادة بقي قرية بقى وكله أسري، لازم العيادة برضو تكون أسري. حمزة وريني الدكاترة. شايفة تحس الأنوار على الجامع. دي برضو محل هيحطها في الجنين. آه اشترى الإله بتاعه اشترى الصنم. احنا رايحين البيت. لا رايحين فين؟ رايحين مكان تاني. يركبوا سوقي ولا اسوق؟ اللي انت هات اسوق لو انت عايز. لا هات اسوق. هات انا اي دون مايند معرفش حبيبه عبد الحميد. خلاص كفاية كده أيها المشاهدين الكرام، وننتظركم في القرية القادمة ومع آخر جزء في رحلتنا، وننهي حلقتنا اليوم بالسلام يحلو الختام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.